ترابت تي ترابت تو العيلة دي مش نمبر تو ترابت تي ترابت تو العيلة دي مش نمبر تو. نفس الحوار بتاع كل يوم ونفس الحوار اللي بيحصل في كل بيت. هناكل ايه النهارده؟ انا عايز اكل بسلة وعايز اكل ملوخية وهو عايز ياكل محش ومعرفش مين عايز ياكل لحم. نفس الحوار. فاحنا قررنا ان احنا هنعمل تحدي يكون جديد وفي نفس الوقت يكون صعب ويكون حلو يعجبكم. هنعمل ايه؟ هنعمل ان كل واحد هيسحب ظرف من دول هيطلع فيه مبلغ هو وحظه بقى، مبلغ كبير مبلغ قليل، المهم ان هو هيعيش بيه لمدة يوم كامل. وفي اخر التحدي انتوا اللي هتقرروا مين اللي كسب ومين اكتر واحد طلع شاطر وقدر ان هو يستفاد باليوم. قبل اي حاجة انزل حط اللايك، قبل اي حاجة انزل حط اللايك. طبعا التحدي ده لو عجبكم وحبيتوا ان احنا نعمل لكم منه جزء تاني يبقى لازم توصلوا الفيديو ده لمية الف لايك بسرعة جدا، وتقولوا رأيكم في الكومنتات في فكرة التحدي عشان نتشجع ان احنا نعمل منها اجزاء تانية. يا رب يكون حظي حلو ان شاء الله. اقل مبلغ كام؟ اقل مبلغ كام واكتر مبلغ كام الله اعلم، احنا هنشوف. كل واحد وحظه، كل واحد وحظه. مين هيحب انه يبدأ؟ هنسحب منها ازاي؟ بص يا بابا انا هعمل كده وانت هتسحب ظرف، هطلع وشوف معاك كام. كأنك بتسحب الشاي. انت بقى مطالب تفطر وتتغدى وتتعشى وعلى حسب المبلغ هتقدر تحلي ولا لا، بس لازم تكون ناصح. ازاي؟ يعني مثلا ما يطلعلكش مثلا 1000 جنيه تروح تفرتكه في الفطار، يبقى انت كده هتعتبر خسرت. حلو كده؟ جاهزين؟ جاهزين. المفروض انت ست بيت شاطره، يعني انت لو طلعي لي 5 جنيه بس اشوف اللوزرو. تشوفيها ازاي؟ لا ما ينفعش. هو هشوف اللوزرو. بص انا هعمل كده اهو، انا هعمل اللوزرو في كده اهو. اسحب انا الاول اهو. لا هنبدا من الصغير. خلينا من الصغير. هقلب مره كمان. يلا يا رماس اختاري واحد منه اللي يعجبك بس يشد واحد بس. الله الله. كام ده؟ مبلغ 150 170 175 جنيه. يوسف بالنسبه لها هيحسن 5 جنيه. اسحب يلا يا يوسف، اسحب واحد بس وما تشدش كتير. يا ترى بسم الله. اول ماشي افتح يا رب. سمي الله بس كده. بسم الله بسم الله. تعالى خلص على الفلوس. 100 300 400 500 المعزوزه يا روي. 100 تاني. الفلوس خلصت. الفلوس خلصت. الفلوس خلصت يا ابن المعزوزه. لا ما يجير ما يجير. احنا ماشيين من الصغير للكبير. اوعي تاخدي الفلوس يا نيره انت الاخرى. كام؟ كام؟ ايوه ايوه شكلهم مبلغ 50 70 75 جنيه. حلو مش بطال. لا مش حلو. حلو حلو. يمشوا اليوم يا نيال. يمشوا اليوم يزقوا اليوم. احمد ربنا انت مش منحوسه. زياد يا رب يا رب عشان يوسف يسحب حظه حلو ورماس حظها حلو برضه. اسحب يلا. كام؟ حد قم الاول. بسم الله. ايوه 10 جنيه في الاخر انا عارف. بسم الله. 100 110 120 احسن احسن من انا. انا يحيى 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 يحيى. انت ما تبصش. اشمعنى انا؟ كله بص. لا ما حدش كان بيبص يا حبيبي. بس كنت غطي. ده فاضي ده فاضي. يا ترى حظك ايه يا يحيى؟ كام؟ فول وطعميه بقى يا معلم. على شكل عايز يبص في الظرف قبل ما يبقى حسن. ايه النحس ده؟ يوسف بقى ما بص السحب كده على طول. اقوى حظي يوسف لغايه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى حظك ايه؟ الحمد لله. بسم الله. اختار ايه؟ اختاري لي يا رمال. بس لو عايزك طلع وحش هاخد اللي معاكي كله. هنبدل كله قدام. هنبدل هي وحظها. واحدة انت بتسحبي كله. خدي اللي في النص. ايه هي عايزة اللي في النص؟ هما اتنين في بعض. هما اتنين اصلا. لا هي اهو هتاخدي اني خدي اهي دي ولا دي؟ استنى قبل ما نفتح. لا خلاص هي سحبت يا عم. حلوه دي. احمد ربنا. كام؟ 100 الحمد لله. حبي واحد. كام؟ يلا. كام؟ كام؟ بشوف حظي. ايوه بسم الله الله اكبر. بسم الله. 100 150. حلو رضا. حلو رضا الاخير. انت مالكش حظ تسحب. هو واحد. انا اكتر منه. كام؟ 10 جنيه ولا 5 جنيه؟ تعالى لي جنب بني. الواد ده اللي خد الهبره كلها. خلاص خلاص. بص بقى ايه الفقير اللي فيكو؟ انت افقر واحد. بصوا بقى هنقول القانون بتاع التحدي عشان ما حدش يبقى زعلان ويبقى الكل فاهم احنا هنعمل ايه النهارده. النهارده ممنوع ان انت تصرف جنيه زياده عن المبلغ اللي طلع لك، ده رقم واحد. انت ممنوع تشارك حد. يعني مثلا ما اجيش انا ومحمد
الاخر اقول له تعالى نعمل غديوه وناكل مع بعض. مفيش صدقات مفيش مشاركه، كل واحد لازم يكون لوحده. بس الصدقه دي حاجه حلوه. مفيش في التحدي، مفيش صدقات في التحدي، عشان تقولي الحمد لله وتعيش على قد ما ربنا اداك. ده ما شاء الله 50 جنيه ده. انا عن نفسي طلع لي 100 جنيه ان شاء الله. النهارده هفطر وهتغدى وهتعشى وهحلي واحتمال يفيد مني فلوس كمان. الحمد لله اتعشيت. الحمد لله اتعشيت. الحمد لله اتعشيت. الحمد لله اتعشيت. انا عن نفسي مرضي الحمد لله. 200 جنيه حلوين قوي. انا مرضي ال 120 جنيه اللي معايا. ارضي بنصيبك يا ميال. يعني اجيب حمام واجيب بط واجيب وز والنهارده الفري. 200 جنيه كلهم عايزين يخرجوا معايا عشان يغشوا مني، عارفين ان انا اشطر واحد وان انا اللي هكسب التحدي. مش عشان هاخدكم معايا ده، عشان احنا بس مفيش عربيه. طب اتفضل كابو مواصلات، ما انتوا معاكم فلوس. بيغشوا مني، بيغشوا مني، عايزين يشوفوا انا هعمل ايه عشان يعملوا زي. اتفضل يا حبيبي، انت معاكش فلوس وربنا انا هوديكوا كارفور وهسيبكوا هناك وامشي. انا هروح وهسيبكوا هناك، هنتجمع بره في الجراج عند العربيه. اتفقنا؟ ماشي. محدش يجي ابص الاقي ماشي ورايا. تعالى اتكلم مين؟ اتكلم مين؟ انت حدك حاجه؟ ده انا معايا 500 جنيه يعني. تعالى واحد. اتفضل يا باشا، اتفضل قدام، تقعد فوق هنا. هسوق انا معاه 500 جنيه ده يعني محدش قد. اقفل الباب. ما انت تطلع فوق. طيب خلي بالك هو اقوى حظ. يا لا لا، ده صدقت نفسك يا يا عم. خليني اعيش الدور بقى. هيتنطط علينا 500 جنيه. انا معايا 100 جنيه بس ان شاء الله اوعدكم ان انا النهارده هبقى اشطر واحد. ما تغيبش علينا بس يا باشا عشان نلحق نشوف طلباتنا احنا كمان بعد اذنك. للاسف احنا ما عندناش غير عربيه واحده اللي هي دي، فدي عامله لنا ازمه في البيت. افتح يا يوسف المصور. عرفت ان انت بتحسبني ورجع لورا بيقول. عرفت ان انت مهم. انا 500. حد يتكلم؟ مين هيتكلم؟ حد عصبك يا اسطى؟ انت معلق عليا. انا غلطان، انا ما غشيتش في التحدي وطلع لي ال 500 دول. يوسف تسلفني 200 جنيه؟ والله يعني الحقيقه معيش فلوس. اللي عايز يستلف من يوسف يستلف. لا انا معيش. يلا مع السلامه. عايزين ايه طلباتنا؟ مع السلامه. ما تغيبوش يا يوسف. مع السلامه. انت مين؟ انت مين؟ انت مين عشان تنافسني؟ انت بتنطط عليا. ده انا معايا 500 جنيه. ده اتنطط علينا كلنا. اعمل لي قبل مساج. اول ما اختنق اتنطط علينا اهو. مساج ب 100 جنيه. يلا يا باشوات. يلا يا هانم. يلا يا استاذه. يلا يا باشا. يلا نتقابل عند العربيه هنا. خلاص؟ ماشي. نتقابل عند العربيه. خلاص. ما حدش يجي ورايا. دلوقتي انا هجيب حلاوه وقشطه فطاري العادي، حلاوه وقشطه وفين. اما نشوف بقى القشطه فين. حته محمد هنا بيحاول يشغل دماغه. بص دلوقتي بقى يا جماعه، والله العظيم العجله دي في البيت بتنفع. انا دلوقتي يا جماعه قلت اشغل دماغي، انا هروح اجيب العربيه بتاعت محمود علشان خاطر ايه، مش هينفع نفضل قاعدين مستنيينهم هم بره طولوا. هروح واجيب العربيه واجي نشوف طلباتنا احنا بقى. بص الحركه دي يا حاج، بص خد بالك يا طارق. بص الحركه دي، هنزل السلم ازاي. بص انا فكرت في حاجه لذيذه قوي. بص انا هفطر ايه. انا جبت ده ب 20 جنيه. انا كده هبقى افطرت وفي نفس الوقت انا حليت وممكن يفيد مني واحده. كده كده ما بفطرش اصلا، بس انا لازم افطر عشان ابقى ايه كسبت في التحدي. فده ب 20 جنيه معايا لسه 80. ان شاء الله لازم هكسب، ولازم تقولوا ان انا اللي كسبت، ولازم كلكم تصوتوا بالكلام ده كله عشان اللي مش هيقول ان حسن كسب قلبي وربي غضبانين عليه اليوم الدين. بس يا غاليه قوي، ايه رايكم؟ ماشي يا اسطى. اتاخرت؟ لا الله ينور، كده اتصرفت كده. انا افضل مستنيينهم؟ لا كده من جد. عايزين نشوف يومنا هناكل ايه النهارده. بيرفكت. انا عاتي الهم النهارده، انا مش عارف هناكل ايه. ده ربنا يكون في عونك بقى. انا معايا 100 جنيه، عرفت هجيب ايه. هتاكل ايه؟ مالكش دعوه بقى. مالكش دعوه. معايا فلوس كتير الحمد شفتو. لله 50 جنيه ده ياكل عيله. بتهزر؟ ما نشوف العيله اللي هتاكل بال 50 جنيه النهارده دي. ده فطار الملوك ده. فالراجل كيس فينو وجبنه، جبنه رومي شيبسي. يعني انت جايب ستينج وجايب راني. مرطبات اخر الليل بقى. مرطبات يعني اخر الليل. ايه ده احنا لسه الصبح. احنا في بالليل بقى. هتستخدمها بالليل يعني. احنا استخدمها بالليل. طب خد اللانشون يلا تعالى عشان نروح نحاسب بقى نشوف انت كده ايه هتصرف كم من ال 500. ما ينفعش اقول لك بصراحه. انت مش عارف لسه اصلا انت بتعمل ايه. ده احسن حاجه اكتر بحبها في حياتي. مش عارفوش يا جدعان انا قد ايه بحب الاندومي ده. حلاوه ده قلبي ده. هتجيب اندومي كوري؟ يا باشا. طب هات يلا اللي انت عايزه. هو ادوبه احنا صغير. الله حبيب قلبي. لقيت ده البوابه. هتجيب اتنين؟ ماشي. انا بقى هقول لك حاجه جامده جدا. انت عليك تمشي وراه بس. امشي وراك؟ ما تتكلمش. ماشي يا عم يوسف. حاضر يا استاذ يوسف. احلى برطمان لوتس. لوتس. جه بقى دلوقتي وقت ان انا اختار الاكل بتاعي. انا قلت هختار اندومي. بصراحه الاندومي ده شكله اغراني. هنجربه ومنين هنجربه ومنين هنبقى افطر. انا هجيب كيسين، هو كيس بخمسه جنيه. عايزه بقى الدلع الدلع في الغدا، في العشاء، في الحلو كده. وحاولتي في الفطار طبعا. ده الفطار
ومش هتقل قوي علشان اعرف اتغدى واعمل اكل دسم، اكل يضرب في النافوخ. انا جبت العيش اهو كده حلو قوي رضا، ان شاء الله هعمل اكل حلو ومفيد وفي الوقت نفسه بدبر وهتستفيدوا مني ان شاء الله. انا خبره، خلي بالك بحاول دلوقتي اشوف اصغر علبه، هي دي اصغر حاجه؟ لا في صغيره مع العيش ده كده فطار 100 وهيفيد مني كمان. بص انا دلوقتي قررت ان انا هاكل كشري عشان انا ما جربتش الكشري ده قبل كده، بس ده سعره 15 جنيه اهو، يا رب يطلع حلو عشان ما تسوحش في الاخر. الفطار بتاعي بقى يا جماعه النهارده هو جبنه وكيس فينو، جبنه ديت عامله 25 جنيه والفينو مش هيعدي 5-6 جنيه، يعني الفطار النهارده بتاعي مش هيتخطى ال 30 جنيه عشان خاطر اعرف اتغدى واعرف اظبط نفسي واعرف اروق على حالي، وان شاء الله ان شاء الله انا اللي هكسب وهبهركم النهارده. مثلا اللي مسؤول عنها بتقول لي انت اللي هتجيب لي الحاجه عشان طبعا مش هينفع اسيبها هتوه، فهي بتقول لي عايز اكل كورن فليكس. الكورن فليكس ده كان معمول للقطط اساسا؟ لا والكمان لينا، يعني احنا كمان بناكل كورن فليكس عادي؟ انا اعرف والله ان كورن فليكس ده بتاع القطط مش بتاعنا. طب خدي اللي انت عايزاه. انت معاكي فلوس قد ايه؟ معايا 150 جنيه. 175 ده بكام الاول؟ احنا عايزين نعمل سعره كام احسن؟ هتبصي تلاقي نفسك طول اليوم ما بتاكليش تاني، ده باين عليه كبير قوي. ده يا رماس هو مضحك ده اللي عاجبك يعني؟ بس احنا ما نعرفش سعره كام، احنا لسه هنشوف عند الكاشير. هو في هنا سياده. يبقى كده خلاص، يبقى هي كده هتاكل كورن فليكس لسه هتجيب لبن. انت هتفرتك الفلوس بتاعتك في الفطار. لا هي حره هتاكل وطول اليوم من الكورن فليكس، هي حره بقى تعمل اللي هي عاوزاه. 50 جنيه على 3 وجبات، يعني المفروض كل وجبه بحوالي 15 جنيه او ازيد شويه. طبعا بما اني كنت عايش في سكن جامعي فانا هعرف اتعامل. اصغر علبه جبنه، وطبعا للاسف ما قدرتش اشتري رغيفين فمضطر اشتري كيس كامل، فبس كده ده هيكون فطارنا النهارده. يلا الحمد لله على كل حال. عايزين بقى لو سمحتوا كل واحد يقول هو صرف كام في الفطار عشان لسه يوم طويل، عشان اللي هيغش هيدخل النار. هبدا انا اول واحد، ده كده فطاري وده سعره 20 جنيه، كده انا بتبقي معايا 80، انا كده هبقى فطرت ان شاء الله وشبعت كمان، وكمان هبقى حليت لان ده حلو برضه. مش عليا بقى، اخش بقى عشان هبهركم النهارده بفطاري وبغدايا وبعشايا وهدلع نفسي ومش هستنى حد يدلعني، انا هدلع نفسي النهارده. انت جايب جبنه وفينو يا عم؟ انا جايب جبنه براميلي الجامده اللي الناس كلها بتحبها، ام فلفل احمر ديت المشطشطه. المهم السعر صرفت كام؟ دي ربع كيلو جبنه براميلي متجمده قوي حلوه قوي اللي طعمه قوي كلكم بتحبوه عشان تكسبوني انتوا بتحبوها، ماشي ب 25 جنيه، ب 24 جنيه ونص بس عادي. انا بقى سبت 25 جنيه للراجل. فينو ب 5 جنيه. ب 5 جنيه ليه؟ ايوه ب 5 جنيه. احنا جايبين الكيس الفينو، انا جبت من واحد عامل عرض. بس يا حسن ده عامل ازاي؟ لا ده كبير، انت ما تبصش لده. ما تبصش لده. ده الفينو ما شاء الله. المهم تعالى بس خليكم معايا، انا اسيبكم الواد الوشاش ده ب 5 جنيه فينو ب 25، ما انا دي ب 24 ونص حسبتها ب 25، ما تقفش معايا عشان ما اقفش معاك. ماشي 25 و5 جنيه يبقى 30 جنيه بالصلاه على النبي، يبقى متبقي معايا من 200 170 لحلوح. هدلع نفسي. بص انا بقى كنت بدور ما كنتش عارف اجيب فطار ايه اصلا، فلقيت الكشري ده. انا حاولت ابقى مختلف واجرب حاجه جديده فلقيت الكشري ده فجبته، فيا رب يطلع حلو وما تسوحش في الاخر. المهم سعره كام؟ ب 15 جنيه بس. واتبقى معاك كام؟ 105. شاطر، خليك انت للاخر عشان تليلتك بيضة. انا جايب 10 جنيه فينو بالسمسم وعلبة جبنة صغيرة ب 5 جنيه. هي فين العلبة الجبنة؟ ما انا عملت سندوتشات اهو. هو عمل سندوتشات؟ اه ده جوه. 15 جنيه، انت كان معاك كام؟ 15 جنيه فطار، انا معايا 100 جنيه. طب حلو. 85 جنيه، هخترع بقى ايه؟ اجلة دسمة. والحاجة؟ فينو ب 20 جنيه لليوم كله، وعلبة حلاوة ب 13 جنيه، يعني أنا صرفت 33 جنيه، اتبقى معايا 117 ولسه الغدا والعشاء. اللي هيحسم الموضوع ده كله، لأن هتلاقوا معظم فطارنا شبه بعض ونفس التكلفة، فاللي هيعمل غدا كويس وأقل التكلفة. يوسف بقول لك مش كلنا شبه بعض. اه لا مؤاخذة. مؤاخذة معلم يوسف. أنا آسف. احنا عايزين ندخلنا على خصوصيتك. أنا بقى جبت كيسين إندومي بطعم جديد كده هجربه معاكم ب 10 جنيه، يعني وبقى من فلوسي 65 جنيه. بيرفكتو يا نير. والقبلة رماس كورن فليكس ولبن. كورن فليكس ازاي؟ عادي. كورن فليكس اسمه كورن فليكس؟ ما اعرفش اسمه، مش بعرف اقوله. لا قولي قولي كورن. كورن فليكس. خليك معانا في الحساب، لان الرماس هي لا كانت بتدفع ولا كانت بتعمل حاجه، هي كانت بتقول انا عايزه كذا وانا بشتري لك. جابت كورن فليكس وجابت ازازه لبن ب 47 جنيه، من 175 جنيه اتبقى معاها 128 جنيه. انا حسبت صح ولا غلط؟ عاش. صح يعني؟ عاش والله. شكرا. طب وحضرتك؟ لا استنى بس نشوف يوسف بيه اغنى واحد في المنطقه، نحب نقول لك شجينا يا بيه. مش ده اللي كان خالي محمد بيقول لي برضه ب 5 جنيه؟ لا ده بسمسم. ما انت غالي بقى بتجيب ايه؟ ب10. جبت جبنه رومي وكيس شيبسي ولانشون وجبنه مثلثات. انا عايز اعرف، انا كنت لسه هسال نفس السؤال، انت ما شاء الله هتاكل كل ده؟ جبت كميات.
ما روحش غني بقى جيب براحتك. صرفت كام يا عم الغني؟ 110. 110 يا لهوي فطار بقى ابعت 390 جنيه. ايه يا عم؟ طيب وحضرتك ايه يا عم؟ ايه يا عم وحضرتك؟ اتفرج علبة جبنة بخمسة جنيه جميل، كيس عيش كنت نفسي اشتري رغيفين والله بس ما قالي ما ببيعش فرق بخمسة جنيه برضو. هنحط العيش على الجبنة كده والهنا والشفا. حان الآن وقت الغداء. في وسط الزحمة دي كلها المفروض الواحد يطلع غدا بحوالي 40 جنيه، بس طبعا ده مستحيل فأنا مش عارف ألجأ لإيه. هنشوف دلوقتي بقى حل موفر لحل الأمثل للغدا. بجيب فطير وأشوف بقى في عسل في البيت وجبنة قديمة، أخد باتنين جنيه عسل وباتنين جنيه جبنة قديمة ويبقى رضا قوي على كده. والله العظيم أنا برنس، 10 جنيه فطار ودلوقتي برضو 10 جنيه غدا، يعني بيرفكت. فين أهو بيرفكتو يا جماعة كده، بيرفكتو يا جماعة. 10 جنيه فطار 10 جنيه غدا. تذكرك بس تعمل لي نص كفته. هو النص كيلو عامل كام؟ عامل 90. فاخد اقل من النص ينفع؟ حد ب 50. حلو 50 جنيه، يعني 50 جنيه كفته مع نص فرخه مع مش عارف ايه هتمشي معانا اليوم. واحد قال لي انت ب 50. اه هفكرني غلط في الفيديو يقول لك أيوة حته أيوة. 50 لحمه. ايه لحمه؟ لحمه لحمه لحمه. انت ب 50 لحمه. جيب فرخه بيضه بقى مع كفته ويبقى كده احنا يومنا كله مشويات وايه بقالي التكاليف كان احلى اكل. انا جبت البطاطس طماطم اهو، شوف بقى اجيب فراخ، اشوف اجيب لحمه، اشوف اجيب ايه حسب التسعير وحسب الفلوس اللي هتكمل. وركينا هما فاجئكم بقى بالباقي، فانا هتصرف واعمل بطريقتي اكل في البيت بره. اخيرا جه وقت الغدا بتاعي بقى، انا بقى عاوز اتغدى هدوء. فانا عامل 30 جنيه، هو 29 كده اهو، بس احنا نقول 30 جنيه اهو. هروح بقى نجيب التين وبقيه الحاجه. هو كيس كبير قوي ده، انا اتغدى واتعشى وافطر وعيش حياتي كلها. هو ده هناخده. انا كده بقى هيبقى معايا 15 جنيه، اشوف اعمل يوم ايه بقى، اتعشى احل يعني ما اعرفش. اسهل المجهود صغير. انا بقى ايه معاك؟ مكليكس هتغدى بيه كم مكليكس لو جوعتي هتكملي بيه يعني؟ اه. بص طب هو هنا النوتيلا بكام؟ معرفش. النوتيلا هنا ب 60 جنيه ولسه هتجيبي فينو ب 20، يبقى انت كده صرفتي 80 كمان في الغدا اكيد. يبقى يعني هيبقى فلوس خلصت. كان معاكي 175 صح؟ متبقي معاكي كام؟ 5 معرفش. ما تعرف نبقى نحسب في البيت بقى. انا ما اعرفش، انا تعبت، انا تعبت. بس رماس مفاجئاني بان هي بتشتري حاجات مختلفه. هبقى اديك نوتيلا معايا. هتديني نوتيلا؟ اه نشترك مع بعض يعني. اقطع الفرخه الشيش بتاعتي بقى كده عشان النهارده انا هشوي وهبهركم وهبهركم وهجوعهم وهبهرهم وهبهر الدنيا كلها. طبعا انا محمد بموت في الشوي. انا خلاص عملت التتبيله بتاع الكفته وعملت التتبيله بتاع الفراخ، هقطع حشيش بس حتت صغيره كده عشان ايه اقعد امزمز بقى. هعمل حته سيرفيز النهارده حكايه. بسم الله. بصوا اول حاجه احنا كده بس هنقطع الفرخه عشان خاطر تبقى ايه طلع حتة شيش كده اقعد امزمز امزمز. يا ابن المحظوظ جدع. ما انا لو مكانك انا هتجدع كده برضو. حق يا عم واستمتع يا باشا. حقك وتستمتع طبعا، مفيش اجمل من كده. مساء الخير. تاكلها المفروض الدين. عايز واحد بيج ماك؟ بيج ماك صح يا استاذ يوسف؟ قول له بس اهم حاجه كتر في السوش. الصوص. واحد بيج تيس كومبو لارج. اه كولا ماشين يا فندم؟ بيج تيس كومبو لارج كولا ماشين. كولا ماشين اه. ايه تاني؟ واجيب لك ايس كريم. ايس كريم بس. وعايز واحد ماك فلوري. حاجه تانية منه؟ بالشوكولاته اهم حاجه. وعايز ناجت كم؟ ثلاثة. ثلاثة حلو. تمام حلو قوي كده. اكتر من كده ادهله. هو قال كام الفلوس؟ طب انت بتحكم لي اه. قال كام الفلوس؟ والله يا ابن المحظوظ يا فوزي. اللي هو هيتغدى بيه احنا مقضيين بيه اليوم كله مش عارفين. يجيلي بس اهم حاجه. والمشكله ده هو هيفيد معاه فلوس. انا لو معايا ال 500 جنيه دول عارف انا هعمل ايه؟ هتطلع على احسن محل ده سوشي. لا يا عم سوشي مين يا ناقصه وجع بطن. كنتاكي. مساء النور عامل ايه؟ كام كده؟ 200؟ 200 جنيه يا يوسف. اه يا قلبي. باكل لوحدي ب 200 جنيه. كده انت صرفت لك 200 جنيه اهو. يا سلام. يلا يا عم الف انا وشيء. بس المفروض تديني يعني. انا بص صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. انت طلبت العربيه، انا شغال سواق، يعني انا السواق اللي انت ورثته. اديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه؟ اه. والراجع. يبقى راجع. انا عن نفسي مش هاخد عشان ايه افضل مكمل اليوم بالمبلغ ده. بس خلي بالك انا هتغدى. انا هتغدى غدا حلو برضه. انت معاك كام لحد دلوقتي؟ اه اقول لك، انا جبت الفطار بتاعي ب 20 جنيه متبقي معايا 80. وانا مروح بقى هجيب اكل بقى هتغدى بيه. هتجيب ايه بقى؟ هقول لك بس لما نروح. الغدا بقى عشان انا ما بحبش اكل بره، وانا اصلا باكل في اليوم طاقتين اتنين، الفطار
والغدا، بس اهم حاجه عندي ان الغدا يكون دسم وكويس ما بتعشاش. فانا جبت وركين ب 35 جنيه اهو بسم الله ما شاء الله، وقوطه وبطاطس ب 10 جنيه. عملت التخديعه بتاعه البطاطس، فانا بسويهم الاول بعد كده احط البطاطس. البطاطس هنا مجهزه اهي بالحاجه بتاعتها بالبصل بتاعها بالقوطه بتاعتها. الورق تقرب تستوي احط البطاطس تاخد مع بعضيها وتدي مع بعضيها تستوي، يبقى انا كده اكلت الاكله الدسمه بتاعتي. ونحسب مع بعض انا صرفت كام. وركين ب 35 وبطاطس وقوطه ب 10 يبقى 45، و10 جنيه فين و55 و5 جنيه جبنه 60 جنيه، ومعايا 40 جنيه من ال 100 جنيه. في حاجه العيش ده كده انت مش دافع ثمن. ما انا موفر. انت كده بتاكل سفلقه. انا موفر 40 جنيه، انا صارف 60 بس. عايزين حق العيش اعتبر الرغيف ده ب 5 جنيه. يا سلام. انا كده معايا 35 جنيه. الف هنا. ووراك اهي، شايف الورك عامل ازاي؟ حاجات فل. تسلم ايدك يابا والله. شايف. والله ابويا ده ينفع شيف، تنفع شيف يابا. شايف؟ انا ما بحبش الاكل، ما بحبش اكل اكل جاهز ابدا. مالك؟ بسم الله. اتفضلوا معانا بقى وقولوا رايكم، فكرته ولا فكرتهم. انا احب اكل وايدي تتعاص كده. المحمد يغلبنا قال شويه مكرونه باكيتي شويه بانيه. انا ريحت نفسي النهارده على الاخر، خدت اجازه، كل واحد شق طريقه. بنعرف شويه مكرونه اسباكيتي. الله، احلى حاجه النهارده في التحدي ده ان انا كنت مريحه نفسي على الاخر ومجسطانه وقاعده قدام التلفزيون. وقمت اقلي البانيه، شويه بانيه جاهزين كده جايباهم على قدي، وشويه مكرونه، وقعدت ازقز لب. غدايا المتواضع كلفني 60 جنيه مكرونه وبانيه، وفطار 33 93 جنيه غدايا وفطاري. ما بحبش اتعشى، بحب انام خفيف. كوباية زبادي، خيارية، فكهية، وشكرا على كده. قولوا لي ايه رأيكم النهارده في يوم المتواضع؟ وانا كده موفرة 57 جنيه، لازم تكسبوني عشان انا موفرة 150 جنيه، كنت ممكن اصرفه، بس انا قلت لا، تكسبوني، انا عملت اكتر من محمد. هبهركم النهارده، هبهركم. هتشوي ايه بقى؟ انت عامل فحم كتير قوي ليه كده؟ انت هتشوي جدي، اوعى تكون اشتريت جدي بال 200 جنيه. هتشوف دلوقتي، بقول لك هبهركم. انت صارف منهم 30 اصلا ال 200 بتوعك. انا صارف 30 جنيه فطار بقى معايا 170، هوريك بقى انا جايب دلوقتي ايه بال 170 وفاض معايا فلوس، وهجيب كمان عشاء وهدلع نفسي. على فكره 200 جنيه دي كتير قوي على فكره، واحد يستاهل بيها كتير قوي. والله هو الفحم اصلا شكله مغري بالطقطقه دي. بقول لك هبهركم، الناس كلها هتحط اللايك وتقول محمد احسن واحد يتصرف، واللايك ده لمحمد. لا 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 لا، احنا قلنا ممنوع الغداء وممنوع انكم تتشاركوا في الاكل مع بعض. احنا بس بنفتح نفس بعض. بص، كل واحد لوحده. انا دلوقتي عايز اقول ان الفطيره دي شكلها جميل، شكلها جامد جدا، احسن من شكل الفطير اللي امك بتعمله. بس بص مشكلتها في ايه؟ ما بتتقطعش. الفطيره دي انا شاريها ب 10 جنيه، 10 جنيه بالظبط. والعسل دول امي اديتهم لي ب 5 جنيه، يعني انا كده 15 جنيه الغدا بتاعي. في 25 تانيين بقى كده ايه نتعشى يوم بقى ونروق بقى على نفسنا. حلو رضا. وانت يا نيره؟ انا بقى جبت هوت دوج او سجق، يعني جبت سجق ولا هوت دوج؟ سوسيس. هما الاثنين على فكره سوسيس. ما علينا. 30 جنيه وجبت. أيوة. فينو ب 20 كده 50. طبعا انا عملتهم باول. وانت الفطار بتاعك كان بكام اصلا؟ ب 10. ب 10 يبقى انت كده صرفت 60 جنيه. اه، وانا فلوسي 75 في 15. يبقى لسه معاك. اه انا معايا اسمه ايه ده، فيروز، المفروض ان انا احلي بيه جنب الاكل. طب ودي جايبها بكام؟ 5 جنيه. هي الفيروز بكام هي؟ 5 جنيه. 6 جنيه، 7 جنيه، 8 جنيه، 9 جنيه، 10 جنيه. هي ب 5 جنيه. انت جايبها بكام؟ 5 جنيه. ماشي، يبقى انت كده المفروض لسه 10 جنيه. دي المفروض بقى انا هحلي بيها. انا طبعا بقى مني ابتدى كتير. يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه قوي، انا طلعت فقير قوي، انا فقير قوي. يعني هو والله. نعم بالله. طالبين بقى اكل الدليفري عشان تبقى حاجه كده فاخر من الاخر. انا بالنسبه لي اكتر اكله ممكن تميزني وموفره وتشبعني انا ممكن اقعد عليها لحد بكره ما اكلش. هو ايه ده اللي موفره يا اسطى؟ ايه اللي موفره؟ واكل بكام يا اسطى؟ ب 40 جنيه. بص، انا ب 40 جنيه. انا جبت انا شريت كريبايه وزياد جاب كريبايه، الواحده ب 40 يبقى 80 جنيه. للتوضيح بس، للتوضيح، انا مصروفي اللي واخده اليوم كله 50 جنيه، وهو بقول موفره ب 40 جنيه، حرام. تعالى بص يا محمد، بغزنا عشان طلع له فلوس كتير. طب والله تفكيره حلو يا عم، اختيار موفق. فكره مش بفلوس كتير ولا حاجه، هي شغل دماغ. بكام بقى اللي مش فلوس كتير دي يا باشا؟ انا جايب فرخه ب 65 جنيه وب 50 جنيه حته لحمه وفرمتها عملتها كفته. انا عايز اوضح حاجه بس. إيه يا باشا؟ انت بتقول لي ب 50 جنيه حته لحمه. أوه. والله العظيم اليوم كله واقف عليها ب 50 جنيه. رعوني. بعد اذنكم بقى، يلا يا زياد عشان ندخل ناكل احنا. لا استنى، بعد اذنك. لا انزل بقى كده، لازم الناس تشم الريحه عشان عامل اكل حلو. بص بقى يا جماعه، الاكله دي انا كده النهارده
وصفرت واكلت واتدلعت وشرفت، هتعشى وهحلي بفاكهه وهعمل كل اللي في نفسي فيه، وممكن ادخل جمعيه كمان. هو انا عشان غلبان. انت صارف كام النهارده في الاكله الجاهز ده؟ انا صارف 25 جنيه. انزل على الفراخ وشجيهم كده. ايه دي فراخ؟ كل الناس تدي اللايك لمحمد دلوقتي، هفرجكم على الاكل. طب ده انا كنت اكلك معايا، ده انت صعبان عليا. وحشه النفاق بعينه. بص يا يحيى، لا والله يعني محمد يكسب. لا لا بص يا يحيى، خد يا هات الاكل. ما هو رخيص يا حسن، هات لك غيره. بص بقى الكفته، لا تقول لي كفته تفك ولا اي كلام. الله يرزقني ويرزقنا جميعا وابقى في مستواك كده، وهاكل كفته ومش هاكلك معايا. تعرف يا خالد ان انا اقدر اجيب الكفته ديت مجهزه كمان. يا سلام يا سلام. تاخد حته حبيبي؟ حاسس انك هتطلع عليه. لا يا عم، الف هنا. فجر الف هنا يا حسن بيه، فجر معانا. ربنا يكرمك يا رب. احلى اكله اتعملت النهارده في اليوم كله. رخيصه ب40 جنيه. هو المفروض عايزنا نتعشى، بس يعني اللي هو انا مش عارف اتعشى، انا مش جعان، وفي نفس الوقت اصلا مش بتعشى بالليل. 30 جنيه مش عايز اجيب فاكهه، مش عايز اجيب حاجه، فانا بفكر ان انا ايه اروق على حالي، ظبط نفسي بعد الفطير كده، احبس بقى بحاجه حلوه، خش جوه نشوف بقى ايه الحاجه اللي ممكن اختم بيها اليوم كده، ايه وتكون خفيفه ولذيذه، وفي نفس الوقت ما اصرفش كل الفلوس اللي معايا. قلنا مش هنصرفهم كلهم، هنصرف 25 جنيه بس من ال 30. هي دي الشبرقه بالنسبه لي. اجمل ما في اليوم النهارده بقى العشاء الجميل بتاعي ده، واجمل ما في العشاء بقى المشروب الريد بول الجامد ده، عشقي الريد بول ده، العش. عايز اقول لكم حاجه كده جامده جدا. ما انت معاك 200 جنيه بس الصدفه الغريبه اللي حصلت النهارده ان معظمنا جايب عنب عشان ارخص حاجه في السوق. يعني انا مستغرب كله لقيته جايب عنب. لا انت جايب عنب من الغالي ده، غالي يا حبيبي. قول لي جايب بكام وفاضل لك كام؟ الطبق ده ب 10 جنيه يا ابني. يبقى لك فلوس؟ ايوه اتبقى لي 3 جنيه من ال 100. 3 جنيه من 100 جنيه اتبقى 3 جنيه. وانت يا ماما باقي معاكي كام؟ انا باقي معايا 47. 47؟ اه عشان انا جبت دي من 150. رماس باقي معاها كام؟ رماس معاها معاك 48 صح؟ 48 او 47 حاجه زي من 150 صح؟ من 175. 175 ابويا انا 100 جنيه باقي 35. الله اكبر. بس انت ما جبتش عشا، خلي بالك. ما انا ما بتعشاش، هو بيحبش يتعشى. ماشي انا هديله عنب. ماليش دعوه، ولا كل معايا عنب يا جدي. ولا انا ما بقاش مني حاجه، ما بقاش غير 10 حاجه ساعه نيره. انا بحب انام خفيف، ما بقاش مني فلوس، ما بقاش غير 10 جنيه جبت بيها عنب. حاجه زياد مقبوله مني 15 جنيه واتعشيت وحلت في نفس الوقت. انا رتبت عليه. انا معايا يا جماعه 15 جنيه بالصلاه على النبي، كنت صارف 160 فطار وغدا، وجبت ب 15 جنيه عنب ورد بولايه ب 25 جنيه، يبقى كده كام؟ 40. الحمد لله رضا. انتوا هتحكموا بعدل ربنا مين اللي عمل اكل احسن ووفر اكتر ودبر اليوم صح. انا والله انا مبسوطه. وليه؟ سيدي يوسف تعالى، انت متبقي معاك كام؟ تعالى انت متبقي معاك كام؟ اه ده ما بقاش معايا، ده احنا محتاجين دلوقتي. انت رجعت فقير، انت دلوقتي رجعت فقير، بس معايا حاجات اغنيه برضه. لسه معايا حاجات اغنيه. طب انت بتكلمنا، انت بتبص كده ليه؟ احسن اتنين في الشغلانه كلها، رقم واحد يحيى عاش اليوم ب50 جنيه، وانا بعد يحيى وانا بال100 جنيه بقيت 35. لا وانا ده افشل واحد. شكرا ليه؟ شكرا. لان هو المفروض انا معايا قرش اصرف تعريفه واخلي تعريفه. القرش الابيض معايا جنيه اصرف. انت بتقول نفسك. طب كده يا جماعه، انتوا شفتوا كل واحد عمل ايه النهارده، هتحكموا بما يرضي الله. طبعا كلكم ستات بيوت شاطره وعارفين مين اللي دبر اليوم صح. كده يكون التحدي بتاعنا خلص، ونشوفكم على خير. ومع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة. هنشوف تعليقات الناس يا حبيبي، هي اللي هتحكم. 500 جنيه في تيك توك في يوم. خد يا بابا شويه عنب معايا. كل عنب عادي، هو حظه كده، ممكن الناس تكسبه هو في الاخر. ايه يا عم، المفروض يدبر، ما بقاش مسرف، ما بقاش مبذر.